بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي. نستأنف مع كتاب Mes apprentissages en français، كما نتكلم عن تعلماتي في الفرنسية أو تعليمي في اللغة الفرنسية. إذن نستأنف مع الصفحة رقم 152. نكونتينيو avec la page 152. La page 152، الصفحة رقم 152. Au début de la page on a réinvestir كالعادة، كما نتكلم عن إعادة الاستثمار. جولي un nouveau texte، أنا أقرأ نصا جديدا. جولي un nouveau texte. طبعا عندنا هنا le verbe lire، c'est le verbe lire، هذا فعل قراءة، ومنها la lecture، ومنها كلمة la lecture يعني القراءة. إذن جولي أنا أقرأ، تيلي أنت تقرأ، إلي هو يقرأ، ألي هي تقرأ، نوليزو نحن نقرأ، فوليزي أنتم تقرأون، إليز إل ليز هم يقرأون، أل ليز هن يقرأنا. طبعا هذا في البريزون، طبعا الصرف هنا في البريزون كما عندنا هنا. إذا نتكلم عن الحاضر، جولي أنا أقرأ الآن، ممكن نتحدث عن الماضي مثلا فنقول جولي أنا قرأت، تيالي أنت قرأت، إل آلي هو قرأ، نوزافون لي نحن قرأنا، فوزافي لي أنتم قرأتم، إلزون لي هم قرأوا. في الحالة الثانية نتحدث عن صرف فعل قرأ في الماضي لو باسي كومبوزي. إذا نتكلم هنا عن لا كونجيغيزون دي فيرب لير أو باسي كومبوزي. لا كونجيغيزون دي فيرب لير أو باسي كومبوزي. إذا نتكلم عن صرف فعل قرأ في الماضي. إذا نأخذ من جديد الفقرة الأولى. جولي أن نوفو تكست، أنا أقرأ نصا جديدا. إذا عندنا في هاد الفقرة شابيرون روج est une gentille petite fille. Chaperon rouge est une gentille petite fille. إذا نتكلم عن شابيرون روج، إذا نتكلم عن صاحبة الرداء الأحمر، est une gentille petite fille. هي بنت صغيرة ظريفة. est une gentille المقصود به ظريف، أو أنه فكاهي، كما نتكلم عن ظريفة. est une gentille. طبعا في المذكر نقول gentille ولكن بدون ال او. نتكلم مثلا عن ان جونتي غاسون، نتكلم عن طفل ظريف ان جونتي غاسون، او نقول لشخص مثلا سي جونتي، انه امر ظريف. المقصود بانك بهذا الفعل انت انسان ظريف، ممكن ان شخصا يسدي لك معروفا، يساعدك الى غير ذلك، اذا تقول له سي جونتي انه ظريف. كما نقول المقصود انك بهذا العمل أنت إنسان ظريف، إذا نقول سي جونتي. إذا هنا طبعا ممكن نتكلم عن جونتي بيتي غاسون، إذا نتكلم عن طفل صغير ظريف. نكتب جونتي في هذه الحالة آل واحدة افيك إن سول آل. طبعا في حالة المؤنث كما عندنا هنا نتكلم عن جونتي افيك دو آل. إذا شابيرون روج إيت أون جونتي بيتيت في. إذا شابيرون روج كما نقول الرداء الأحمر، إذا المقصود به هنا صاحبة الرداء الأحمر. إذا نتكلم عن الطفلة كما ذكرنا فيما سبق، إيتين هي واحدة كما نقول، إيتين جونتي، إذا هي ظريفة، بوتيت صغيرة، في بنت، هي واحد البنت صغيرة ظريفة. الجملة الثانية، إل أ بريباري دي غاليت بور سا غران مير، إل أ بريباري دي غاليت pour sa grand-mère. هي أوجدت أو هيأت، on a le verbe préparé comme nous le voyons. إذا عندنا فعل préparé conjugué avec l'auxiliaire avoir au passé composé. إذا عندنا le verbe préparé كما تلاحظوا مصرف مع avoir، عندنا LA هذا avoir. نقول j'ai tu as il a ou bien
ال ا. اذا طبعا عندنا هنا افوار نضيف له طبعا لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل اللي عندنا هنا اللي هو لو فيرب بريباري. طبعا ياخذ هذه الصيغه لو بارتيسيباسي الخاص بفعل بريباري هو بريباري بدون ا ر. نحذف ا ر ثم نضع اكسون ايغي ثم نضع اكسون ايغي كما نرى في الكتابه. ال ا بريباري هي هيئه دي غاليت. نتكلم عن الحلويات التي ذكرنا pour sa grand-mère pour sa grand-mère pour sa grand-mère. من اجل كما نقول امي الكبيره المقصود من اجل جدتها. اذا هي هيئه حلويات لجدتها. après on a la troisième phrase. بعد عندنا الجمله الثالثه dans la forêt في الغابه elle cueille de jolies fleurs. Dans la forêt, elle cueille de jolies fleurs. Elle cueille de jolies fleurs. Dans la forêt, elle cueille de jolies fleurs. Et dans le rab, il y a taqtifu azhara jamila. Et enfin, on a la quatrième phrase. Finira indan al jumla rabi'a. Elle les donnera à sa grand-mère. Elle les donnera à sa grand-mère. Et dans le maqsoud bihuna. Elle donnera à sa grand-mère ces jolies fleurs. Idem, elle donnera, il y a sa tuati. Adnana, le verbe donner, fais-je me serrer. Ou je fais le présent. Fais le présent, n'a-t-il, elle donne. Là, n'a-t-il, elle donnera. Idem, serf, fais elle donner, fais le présent. N'a-t-il, je donne, tu donnes, nous donnons, vous donnez, il donne, il donne. T'as bien avec ENT à la fin. Avec ENT à la fin. نضيف ENT على فعل. علاش؟ لحقاش إيل بأس. وكذلك إذا تكلمنا عن إل بأس نتكلم عن الجمع. هنا عندنا إل نتكلم عن هي. وكذلك بالنسبة لإيل هو غيكون عندنا نفس الصرف لهذا الفعل إيل دون وبيه إل دون هي تعطي الآن. إذا هذا الصرف لو فيرب دوني أو بريزون في الحاضر. في الماضي نقول جي دوني جي دوني انا اعطيته بنفس الطريقه اللي عندنا مع بريباري جي بريباري جي دوني انا اعطيته. اذا لو فيرب دوني طبعا لو فيرب دوني يصرف ايضا مع افواغ. جي دوني انا اعطيته ثم تيا دوني انت اعطيته تيا دوني انت اعطيته. إل أدوني هو اعطى. إل أدوني إل أدوني هي أعطت. عندنا هنا إل دونغا المقصود به هنا أنها ستعطي أنها ستعطي. عندنا هنا لو فيرب دوني كونجيغي أو فيتيغ سامبل. لو فيرب دوني إي كونجيغي أو فيتيغ سامبل. إذا عندنا فعل أعطى هو مصرف في المستقبل. لو فيرب دوني مصرف في المستقبل. إذا نقول Je donnerai, je donnerai, أنا سأعطي. Tu donneras, أنت ستعطي. Il donnera. أو كما عندنا هنا مع إل نقول إل donnera, هي ستعطي. Nous donnerons, نحن سنعطي. Nous donnerons, نحن سنعطي. Vous donnerez, أنتم ستعطون. Ils donneront, نتكلم عن الجمع. وبه إل donneront. هن سيعطينا بنفس الطريقة نتكلم عن الجمع. إذا نعود لآل نقول آل دونغا هي ستعطي. الأصل هنا أن نقول آل دونغا أسا غرومير هي ستعطي لجدتها هي ستعطي لجدتها ماذا؟ دي جولي فلور دي جولي فلور دي جولي فلور أزهارا جميلة دي جولي فلور أزهارا جميلة. وبيه Elle donnera à sa grand-mère ses jolies fleurs. هي ستعطي لجدتها هذه الأزهار الجميلة. طبعا حتى لا نعيد هاد جولي فلور لأننا ذكرناها في الجملة السابقة. إذن طبعا سنعوضها بهاد لي. إذن في بدل أن نقول elle donnera à sa grand-mère de jolies fleurs. إذن نقول بدل هذا elle donnera à sa grand-mère. Elle les donnera à sa grand-mère.
هي ستعطيها إياها لجدتها. إذن هي ستعطيها لجدتها. إذن بدل أن نقول هي ستعطي لجدتها أزهارا جميلة، إذن نقول هي ستعطيها. هدها هي هد اللي عندنا هنا. إلي دونغا أسا غرامير، هي ستعطيها لجدتها. Nous passons au deuxième paragraphe, نمر إلى الفقرة الموالية. Je retrouve et je lis la phrase du texte. إذن أنا سأجد مرة ثانية. ما عندناش هنا je trouve، أنا أجد. هذا فعل وجد، c'est le verbe trouver. لكن عندنا هنا je retrouve. عندنا هنا le verbe retrouver. وجد للمرة الموالية. وجد للمرة الموالية أو للمرة الثانية. Je retrouve et je lis la phrase du texte. أنا أجد مرة ثانية et je lis. ثم أنا أقرأ la phrase du texte. Et je lis la phrase du texte. ثم أنا أقرأ جملة نص. ثم أنا أقرأ جملة نص. عن أي نص نتحدث هنا؟ إذا نتكلم عن جملة من هذه الجمل الموجودة في الفقرة الأولى، هي توجد في الفقرة الثانية. إذا ما هي هذه الجملة؟ إذا Je retrouve et je lis la phrase du texte. Je retrouve et je lis la phrase du texte. Quel texte? C'est le texte du premier paragraphe. إذا نتكلم عن نص الفقرة الأولى. Si nous prenons la première phrase, Chaperon vert est une petite dame. Est une petite dame. Chaperon vert est une petite dame. إذا نتكلم عن chaperon vert، إذا نتكلم عن الرداء الأخضر. أو صاحبة الرداء الأخضر بمعنى آخر. est une petite dame. إذن هي واحدة. petite dame. هي واحد سيدة صغيرة. هي واحد سيدة صغيرة. إذن بمعنى آخر هي سيدة صغيرة. est-ce qu'on a déjà vu cette phrase dans le premier paragraphe؟ إذن est-ce qu'on a déjà vu cette phrase dans le premier paragraphe؟ هل سبق لنا أن رأينا هذه الجملة في الفقرة الأولى؟ On a déjà vu chaperon rouge et pas chaperon vert. Nous avons vu chaperon rouge et pas chaperon vert. طبعا في الفقرة الأولى رأينا chaperon rouge وليس chaperon vert. Aussi on a déjà vu est une gentille petite fille et pas est une petite dame. Et pas une petite dame. إذا رأينا بنت صغيرة ظريفة ولم نرى سيدة صغيرة. Nous passons à la deuxième phrase. Chaperon bleu est une fillette. Est une fillette toute jolie. Chaperon bleu est une fillette toute jolie. Chaperon bleu. إذا نتكلم عن رداء أزرق. بمعنى آخر نتكلم عن صاحبة الرداء الأزرق. Est une fillette. Est une fillette. إذا هي بنية. طبعا فيت هذه تصغير لكلمة في، لا في المقصود بها بنت، لا في بنت، فيت بنية. إذن شابيرون بلو إت أون فيت توت جولي، توت جولي. صاحبة الرداء الأزرق هي بنية كل جميلة، كل جميلة. بمعنى آخر أنها جميلة جدا، بمعنى آخر أنها جميلة جدا. توت جولي. أنها جميلة جدا. concernant cette phrase، إذا فيما يخص هذه الجملة، est-ce qu'on a déjà vu une telle phrase dans le premier paragraphe؟ إذا هل رأينا جملة مثلها في الفقرة الأولى؟ bien sûr que nous le voyons، cette phrase n'existe pas dans le premier paragraphe. On a déjà vu Chaperon Rouge est une gentille petite fille. Elle a préparé des galettes pour sa grand-mère. Après on a déjà vu dans la forêt elle cueille de jolies fleurs. Et enfin, on a déjà vu, elle les donnera à sa grand-mère. Et donc, comme on l'a dit, بأننا لم نرى مثل هذه الجملة. Alors, sur le premier paragraphe, on n'a pas déjà vu une telle phrase. Et donc, نحن لم نرى جملة مماثلة. Après, on a chaperon rouge est une gentille petite fille. Chaperon rouge est une gentille petite fille. Et donc, chaperon rouge هي بنت صغيرة ظريفة. شابيرون روج هي بنت صغيرة ظريفة. شابيرون روج est une gentille petite fille.
et d'un chaperon rouge, hiya bintun sagira darifa. Bien sûr, on a déjà vu comme cette phrase-là dans le premier paragraphe. Et dans taban, nahnu ra'ayna mithl hadhihi al-jumla fi al-faqra al-ula. Comme le voyons, chaperon rouge est une gentille petite fille. كما نلاحظ أننا رأينا مثل هذه الجملة في الفقرة الأولى. Et enfin, un chaperon jaune est une jolie petite fille. Chaperon jaune est une jolie petite fille. بنفس الطريقة طبعا رأينا مثل هذه الجملة باستثناء كلمة جون. باستثناء كلمة جون. On a déjà vu chaperon rouge et pas chaperon jaune. Sur le premier paragraphe, on a déjà vu chaperon rouge et pas chaperon jaune. Et pas chaperon jaune. Deuxièmement, on a déjà vu une gentille petite fille et pas une jolie petite fille. Ra'ayna gentille et pas jolie. Il y a ra'ayna gentille, il y a darifa, ou alors on a la kalimat jolie, il y a une jamila. Taban, comme on a l'air de farq, bin al-jumlatin. Nous passons au troisième paragraphe. Je mets les mots en ordre pour former une phrase et je lis. Je mets, c'est le verbe mettre, comme nous le voyons. Je mets, c'est le verbe mettre conjugué au présent. C'est le verbe mettre conjugué au présent. Et dans le fi'l wada'a, nous serons fi al-hadir. Naqul, je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent, ils mettent. Et dans le yada'un. طبعا هنا عندنا جومي انا اضع جومي لي مو انا اضع الكلمات اون اوردر اون اوردر كوم نو فويو اون دي مو كي نو سون با اون اوردر اون دي مو كي نو سون با اون اوردر بار كونتر سي مو سون اون ديزوردر سي مو سون اون ديزوردر اذا عندنا هذه الكلمات كما نقول انها في تشتت إذا عندنا هذه الكلمات كما نقول أنها في تشتت المقصود أنها مشتتة غير مرتبة جو مي لي مو أون أوردر يعني أنا أضع الكلمات في ترتيب جو مي لي مو أون أوردر أنا أضع الكلمات في ترتيب بور فورمي أون فراز إي جولي بور فورمي أون فراز إي جولي من أجل تشكيل أو من أجل تكوين أون فراز جملة إي جولي ثم أقرأ إي جولي ثم أنا أقرأ طبعا عندنا لوغ ليا كما ذكرنا فيما سبق اي جولي ثم انا اقرا كوم نو فويون اون سي مو كو نو دوفون ميتر اون اوردر بور فورمي اون فراز اذا عندنا هذه الكلمات التي علينا ان نضعها في ترتيب بور فورمي اون فراز من اجل تكوين جمله لو بروميي مو كونا اون جو ابخي اون افيك ابخي اون لو مو ال لي Et enfin, on a papillon. Et enfin, on a le mot papillon. Qu'est-ce qu'on va mettre pour former cette phrase? Et de mettre sanada, من أجل تكوين الجملة. Premièrement, comme nous le voyons, on a elle qui commence par une majuscule. On a le mot elle qui commence par une majuscule. Et de l'aide de la kalimat elle, elle a été obtenue de harf kabir. Cela veut dire que ce mot doit être au début de la phrase. Cela veut dire que ce mot doit être au début de la phrase. Et donc, il y a une bien que cette kalima yajib an takuna fi bidayat al-jumla. Et donc, on dit elle joue. Et donc, elle joue. Elle joue. Elle joue. Tout le monde. Mais on dit qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Les papillons. Elle joue les papillons. Ou bien, elle joue avec les papillons. Et elle joue. طبعا عندنا هنا لو فيرب جوي قلنا لو فيرب جوي كونجيغي او بريزون عندنا لو فيرب جوي كونجيغي او بريزون اذا عندنا فعل لعبه مصرف في الحاضر نقول جوجو انا العب تيجو انت تلعب إلجو هو يلعب او نقول انجو هي تلعب نجو نحن نلعب فو جوي انتم تلعبون إلجو Ils jouent. طبعا نضيف ENT. إذا هم يلعبون. إذا عندنا هنا elle joue. هي تلعب. Avec مع les papillons. مع الفراشات. إذا هكذا ستكون هذه الجملة.
Elle joue avec les papillons. هي تلعب مع الفراشات. Pour le quatrième paragraphe, je choisis un élément de chaque case pour construire des phrases. J'écris les phrases sur mon cahier. Je choisis. طبعا عندنا هنا le verbe choisir. On a le verbe choisir. هذا فعل اختار. ومنها كلمة le choix. نقول مثلا j'ai le choix. J'ai le choix. أنا عندي الاختيار. J'ai le choix. أنا عندي الاختيار. Tu as le choix. Tu as le choix. أنت عندك الاختيار. إذا je choisis. أنا أختار. إذا le verbe choisir المقصود به فعل اختار. طبعا كما تلاحظوا بأن لو verb choisir أيضا مصرف في الحاضر. Je choisis. أنا أختار الآن. إذا نقول je choisis. Tu choisis. Il choisit. Il choisit. Nous choisissons. Nous choisissons. نحن نختار. Vous choisissez. أنتم تختارون. Vous choisissez. أنتم تختارون. Ils choisissent. Ils choisissent. طبعا نضيف ENT. هم يختارون. Ils choisissent. هم يختارون. إذن عندنا هنا je choisis. أنا أختار. Un élément. أنا أختار عنصرا. De chaque case. De chaque case. من كل خانة. أنا أختار عنصرا من كل خانة. كما نرويون هنا 3 كاز. كما نلاحظ عندنا 3 خانات. Pour construire des phrases من أجل بناء جمل. من أجل بناء جمل. طبعا عندنا الفيرب construire. Pour construire. هذا فعل construire. فعل بناء. ومن كلمة la construction. La construction. يعني البناء أو البناء. J'ai écrit les phrases sur mon cahier. أنا أكتب الجمل على دفتري. J'ai écrit les phrases sur mon cahier. أنا أكتب الجمل على دفتري. نأخذ العنصر الأول من الخانة الأولى. Chaperon rouge. Chaperon rouge. Cueille. Le bûcheron. Le bûcheron. Chaperon rouge. كما نقول صاحبة الرداء الأحمر كما ذكرنا. Cueille. طبعا عندنا هنا الظرف cueillir. كيير يعني فعل قطف. هل صاحبة الرداء الأحمر تقطف لو بيشون؟ كما نتكلم عن الحطاب. تقطف الحطاب. طبعا لا يمكن أن نقول هذا. شابيرون روج كي دي غاليت. إذن هل صاحبة الرداء الأحمر تقطف حلويات؟ أو نقول شابيرون روج كي دي فلور. Chaperon rouge cueille des fleurs. طبعا هذه هي الجملة الصحيحة. صاحبة الرداء الأحمر تقطف أزهارا. Après on a le mot elle. Après on a l'élément elle ou bien le mot elle. بعد عندنا العنصر elle أو الكلمة elle. إذا نقول elle cueille des fleurs. ممكن نقول هذا. Elle cueille des fleurs. طبعا الكلمة الأخرى في الخانة الأخيرة رأينا بأنها لا يمكن أن تأتي بعد لو فيرب كويير. إذن إل كوي دي فلور هي تقطف أزهارا. ممكن نقول هذا. ممكن نقول أيضا شابيرون روج أبخي باري. شابيرون روج أبخي باري. إذن فيما يخص العنصر الثاني من الخانة الثانية مع العنصر الأول من الخانة الأولى. ممكن نقول شابيرون روج أبخي باري. إذا شابيرون روج أن هيأت. هيأت ماذا؟ لو بيشغون. هيأت الحطاب. أو نقول أبخي باري دي غاليت. شابيرون روج صاحبة الرداء الأحمر أبخي باري. طبعا كما قلنا فيما سبق نتحدث هنا عن لو فيرب بخي باري مصرف في لو باسي كومبوزي افيك لوكسيلير افواغ. إذا مصرف مع المساعد افواغ. إذا شابيرون روج أبخي باري دي غاليت. إذا شابيرون روج صاحبة الرداء الأحمر هيأت حلويات. شابيرون روج أبخي باري دي غاليت. إذا هذا صحيح. هل يمكن أن نقول مثلا شابيرون روج أبخي باري دي فلور؟ إذا شابيرون روج أنها هيأت زهورا. هل يمكن أن نقول مثلا شابيرون روج صالي؟ شابيرون روج صالي. إذا شابيرون روج أنها
تسلم أو تحيي. تحيي ماذا؟ لو بيشغون. إذن ممكن أننا نقول هذا شابيان روج سالي لو بيشغون. إذن صاحبة الرداء الأحمر تحيي الحطاب. طبعا عندنا هنا لو فيرب سالوي، عندنا لو فيرب سالوي. بنفس الطريقة لو فيرب سالوي اي كونجيغي او بريزون. إذا نتكلم عن فعل حي أنه مصرف في الحاضر. إذا بعدما أكملنا هذه العناصر وبعد العناصر الأخرى نمر إلى العنصر الثاني من الخانة الأولى اللي هو ال الكوي. إذا هي تقطف. هل هي تقطف لو بيشون؟ طبعا لا يمكن أن نقول هذا الكوي لو بيشون. طبعا الجملة خاطئة. الكوي دي غاليت بنفس الطريقة هي تقطف حلويات، لا يمكن أن نقول هذا الكوي دي فلوغ. إذا هذا صحيح. ثم نمر إلى العنصر الثاني ال ابريباري هي هيئة لو بيشون. طبعا لا يمكن أن نقول هذا هي هيئة الحطاب. ال ابريباري لو بيشون. هل يمكن أن نقول مثلا ال ابريباري دي غاليت؟ طبعا يمكن أن نقول هذا ال ابريباري دي غاليت هي هيئة حلويات. إذا ثم عندنا ال ابريباري دي فلور هي هيئة زهورا. ال ابريباري دي فلور هي هيئة زهورا. ثم ننتقل إلى العنصر الأخير من الخانة الأولى مامون كوي لو بيشون. مامون كوي لو بيشون كما نقول بأن الأم أو أمي بمعنى آخر. بنفس الطريقة كما ذكرنا تقطف الحطاب، لا يمكن أن نقول هذا مامون كوي دي غاليت. لا يمكن أن نقول هذا مامون كوي دي فلور. ممكن أننا نقول هذا أمي تقطف أزهارا. من حيث المعنى أنه صحيح ننتقل للعنصر الثاني مامو أبريباري لو بيشون. طبعا الأم هيئت لو بيشون هيئت الحطاب، يمكن أن نقول هذا مامو أبريباري دي غاليت أمي أنها هيئت حلويات. في الحقيقة هذا هو الصحيح لأن الأم التي هيئت حلويات. أما شابيون روج فستأخذ هذه الحلويات إلى جدة. إذن مامو أبريباري دي غاليت يعني أمي هيئت حلويات بالشكل الذي ذكرنا. طبعا ثم عندنا مامو أبريباري دي فلور يعني أمي هيئت أزهارا. أمي هيئت أزهارا على شكل باقة مثلا، ممكن يكون هذا صحيح، ولكن عموما نتحدث عن مامو أبريباري دي غاليت. في الأخير عندنا مامو سالي لو بيشون، ممكن يكون هذا صحيح. طبعا من حيث القصة هذا غير صحيح، أما من حيث المعنى فهو صحيح، ممكن أن الأم تحيي الحطاب. لكن كما رأينا في القصة أننا لم نرى هذا مامو سالي لو بيشون. مثلا مامو سالي دي غاليت. مامو سالي دي غاليت. مامو سالي دي غاليت. بنفس الطريقة كما رأينا في المسابق شابيون سالي دي غاليت، يمكن أن نقول هذا. إذن كما قلنا مامو سالي دي فلور، يمكن أن نقول هذا، لكن الأحسن أن نقول مامو أبريباري دي غاليت. هذه الجملة الصحيحة. نو باسون أو سانكيام باراغراف. جي إكخي سو مون كيي. جي إكخي سو مون كيي أنا أكتب على دفتري. إذن عندنا إيون إيون ثم بيون ثم عندنا سيون. في آخر الكلمة نقول سيون. تقرأ سيون وليس تيون. مثلا ستاسيون ستاسيون أو مثلا بارتيسيون. ثم عندنا إي إي. مثلا كلمة بي بي أو مثلا كلمة في يعني بنت. بي يعني كل. ثم عندنا هاد النهاية إيون إيون. مثلا بابيون بابيون بابيون. إذن هذه كلها تنطق يون يون. ثم عندنا pendant la récréation. pendant la récréation les filles jouent à la corde. pendant la récréation pendant la récréation أثناء الاستراحة les filles jouent à la corde. les filles jouent à la corde.
إذن كما نلاحظ كلمة في أنها تتضمن هاد النهاية لي في البنات جو سي لو فيرب جوي هذا فعل لعبة على كورد بالحبل على كورد بالحبل إذن أثناء الاستراحة في المدرسة طبعا البنات تلعب بالحبل pendant la récréation pendant la récréation les filles jouent à la corde les filles jouent à la corde إذن هذا فيما يخص هذه الفقرة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.